الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالتعازي للمقام الرفيع والمنيع للولاية الكبرى الإلهية والإمامة العظمى مولانا وسيدنا حجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه بمناسبة أيام العزاء والمصيبة المصيبة البشرية في كل التاريخ شهري محرم والحرام وصفر الأحزان وأيضا أتقدم بالتعازي لجميع المؤمنين والمؤمنات في العالم ولكافة المظلومين في جميع العالم والأمل هو أن الله سبحانه وتعالى يعجل في فرج وظهور المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لنجاة البشرية على الخصوص المؤمنين والمؤمنات من المشاكل الكثيرة التي ابتلوا فيها في العالم. الإمام الحسين عليه السلام في الفضل والمقام له المقام الخامس. قال الإمام الحسين عليه السلام: جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني، أخي خير مني. فهؤلاء هم أفضل من الإمام الحسين عليه السلام، ولكن بالنسبة إلى التكوينيات الإلهية والتشريعات الإلهية وأيضا في الآثار الإيجابية وأيضا في الآثار السلبية هو الأول في تاريخ البشرية في تاريخ الخلقة. يعني أنت نبشتش داس الخصائص الحسينية. فإنما جمع وما كتب حول الخصائص الحسينية وبهذا العنوان فإنما رأيته أنا ربما لا يبلغ عشر ما قد ورد في الروايات وفي الزيارات عن المعصومين عليهم السلام بالنسبة إلى خصائص الإمام الحسين عليه السلام. أحيانا نجد أن كلمة مما ورد في الروايات هي خصيصة، وأنا أقرأ عليكم بعض هذه الأمور أن الله يوفق العلماء والحضور وعلى الخصوص الشباب المؤمنين والنساء المؤمنات والفتيات أن يجمعوا هذه الخصائص من الزيارات ومن الأدعية ومن الروايات ما ورد عن المعصومين عليهم السلام من الخصائص الحسينية ربما يبلغ إلى عشرة مجلدات. فإن الله سبحانه وتعالى
قد جعل أمور في التكوين وفي التشريع وأيضا في الآثار الموجبة والآثار السلبية بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا هذه الخصوصيات نجدها حتى بالنسبة إلى شعائر الإمام الحسين عليه السلام، حتى بالنسبة إلى الأمور الجزئية الصغيرة المرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام، لكيفية لم يجعل هذه الآثار وهذه الأمور بالنسبة إلى بقية المعصومين. وهذا لا يعني أنه أفضل من البقية، بل لا شك أنهم أفضل أن الأربعة من الخمسة الطيبة أفضل من الإمام الحسين، ولكن الله جعل له هذه الخصوصيات، والله الذي جعل هذه الخصوصيات للإمام الحسين وقام بهذا الأمر، فما ينبغي وما هو المطلوب منا أن نقوم به بالنسبة إلى إمام الحسين عليه السلام وتجاه الإمام الحسين عليه السلام، لكي نقلل ونخفض من التقصير الذي يحصل منا. القصور موجود بالنسبة إلى الجميع تجاه الإمام الحسين، ولكن نسعى أن نقلل من التقصير، والتقصير قد ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام التقصير لا يراد به الإتيان بفعل سلبي، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم خذل من خذله. راجعوا كلمة الخذلان في اللغة ومعنى هذه الكلمة، ربما يكون معناه عدم الاعتناء الذي يتمكن من بذل المال بمقدار معين، ولكن يأتي بأقل من ذلك، يتمكن أن يحرض الآخرين تجاه العمل للإمام الحسين عليه السلام، ولكن يأتي بأقل من ذلك، أو يتمكن من الكتابة بقلمه ولكن يأتي بأقل مما يتمكن منه. للخذلان أيضا مراتب، أحيانا يكون الخذلان عظيما وكبيرا، وأحيانا يكون مقدار قليل من الخذلان ولكن يصدق عليه الخذلان. أنا أذكر وأقرأ خلاصة بعض الروايات التي وردت حول قضية الإمام الحسين عليه السلام، وقد تجدون المصادر بالبحث في كتب الروايات. ورد أنه مر آدم على نبينا وآله عليه السلام بكربلاء وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين صلوات الله عليه حتى سال الدم من رجله. سال معنى سال أنه جرى الدم من رجله، لا أنه قطرات قليلة من الدم، لا بل جرى الدم، كان الجرح عميقا. فسأل ربه عن ذلك. راجع الروايات في كتاب البحار وفي غير البحار، روايات مفصلة، وأنا أقرأ عليكم موضع الشاهد. فسأل ربه عن ذلك، قال أنه ما الذي حدث في هذا الأرض الذي هو أرض مسطح، لماذا أنا عثرت وجرى الدم بهذه الكيفية؟ فأوحى الله إليه يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين صلوات الله ظلما، فسال دمك موافقة لدمه. بعد آلاف السنين، أي آدم يقتل في هذا الأرض، وهنا ولدك الإمام الحسين عليه السلام، وأردنا أن يجري دمك هنا في هذا الأرض. هل لا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ورد في ذلك روايات صحيحة. هل لا قتل أمير المؤمنين؟ لا قتلت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟
لا قتل الإمام الحسن عليه السلام، هؤلاء الأربعة الذين هم أفضل من الإمام الحسين، ما حصل في المدينة، هل حصل مثل ذلك في المدينة؟ هل نجد مثل هذه الرواية في النجف؟ وهذا معناه الاستثناء، هذا خصوصية يختص بها الإمام الحسين عليه السلام. ورد في رواية أخرى أيضا، وإن نوحا على نبينا عليه السلام لما مرت سفينته بكربلاء. راجعوا وابحثوا عن روايات سفينة نوح. روايات سفينة نوح كثيرة، سفينة نوح مرت بمكة وبمدينة وبالكوفة وبقية المناطق، مناطق كثيرة، وأيضا مرت بكربلاء. وأن نوحا لما مرت سفينته بكربلاء أخذته الأرض، وخاف نوح الغرق. كان هناك ماء أخذت الأرض. ما معنى أخذت الأرض؟ المعنى هو أن الله عز وجل تكوينا واستثناء وعلى خلاف الإمكان العادي جعل هناك دوامة في كربلاء. الدوامة يجب أن يغرق الشيء الذي على السطح الماء ويدخل إلى تحت الماء، والدوامة يوجب غرق الأمور الصغيرة، الشيء الصغير يدخله تحت الأرض. راجعوا الروايات أنه ما هو حجم سفينة نوح. ورد في الرواية أن طول السفينة كان 1100 ذراع، وعرض هذه السفينة 800 ذراع. هذه السفينة العظيمة التي كانت قد صنعت من آلاف من الجذوع، جذوع النخل. وورد في الرواية أن ارتفاع هذه السفينة كان 40 ذراعا، 40 ذراع. هذه المنائر التي لمراقد الأئمة عليهم السلام لا تبلغ هذا المقدار. هذه السفينة العظيمة التي كانت مليئة بالناس وبالحيوانات وغير ذلك، هذه السفينة العظيمة، فأي دوامة يتمكن أن ينزل هذه السفينة إلى تحت الماء بكيفية أنه خاف نوح الغرق، أن كل من في السفينة يغرق والسفينة تدخل في الماء. ربما لا تجدون مثل هذه الدوامة على وجه الأرض، مع أنه نعلم أن المكة المكرمة محاطة بالجبال، وهذه السفينة أيضا مرت على مكة، مدينة مكة، والدوامة تكون في مكان أنه يدخل الماء وفي الأطراف يكون الماء أقل، بحيث يوجب فوران الماء ويدخل بعض الماء. فلا شك أن في مدينة مكة ومع وجود هذه الجبال، جبال أبي قبيس وغير ذلك، قد حصلت هذه الدوامة، ولكن لم ينقل مثل هذا الأمر. وبالعكس بالنسبة إلى أرض كربلاء، لا نجد أي جبل حول كربلاء ليوجب حصول الدوامة. مئات الكيلومتر من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ليس هناك أي جبل أطراف كربلاء، إنها أرض مسطحة. فهذا هو استثناء تكويني أتى به الله سبحانه وتعالى مرة واحدة فقط ولا ثانا لهذه القضية. سفينة بهذه العظمة على الأرض وعلى أرض مسطح
ابتليت بدوامة عظيمة مثل هذه اللي كانت السفينة على وشك الغرق. فنزل هنا جبرائيل لما خاف نوح ودعا ربه نزل. فنزل جبرائيل وقال يا نوح في هذا الموضع يقتل الحسين. فلمكان قتل الحسين عليه السلام دخل عليكم هذا الخوف. مكة أطراف شكوها، مدينة أطراف شكوها، عير ووعير أطراف مكة جبال وأطرافه مدينة جبال، ولكن كربلاء نجف هذه أطرافها ليست هناك أي جبل. الأمر الثالث، الرواية الثالثة بالنسبة إلى نبي الله إبراهيم. إن إبراهيم مر في أرض كربلاء، وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه. لم يكن هناك أي شيء لكي يوجب أن يسقط على الأرض ويحصل هذا الجرح. ظهر ما كان يمشي على الأرض المسطحة ولا سقط على الأرض. وتعرفون أن كربلاء ليست أرض من الصخور بخلاف سامراء اللي أرضها صخور. كربلاء أرض كربلاء تراب، فالذي يسقط على الأرض لم يحصل بالنسبة إليه جرح عميق، ولكن ورد أنه شج رأسه. شج رأسه أنه كسر رأسه، كسر رأسه. هل يحصل مثل هذا الأمر في الأرض التراب؟ ألا يكون هذا استثناء؟ ولو كان هذا الأمر، هذا السقوط على الأرض وهذا الجرح أمرا عاديا، فلم يكن وجه لسؤاله حول هذه القضية، بل إنه سأل وتعجب من هذا الأمر. وروي أن إبراهيم مر في أرض كربلاء وسقط وشج رأسه وسال دمه، فقال جبرائيل. فجاء جبرائيل لتسليته وأراد أن يعلم إبراهيم بأن هذا استثناء. فقال جبرائيل هنا يقتل الحسين صلوات الله عليه، فسال دمك، سال دمك موافقة لدمه. في رواية أخرى وروي أن إسماعيل كانت أغنامه تسعى بشط الفرات. كانت لإسماعيل أغنام، فكان يقوم برعي الأغنام. فلم تشرب الماء أياماً. هذه الغنم لم تشرب من الماء. هذه الغنم يحصل لها العطش، تتأذى، ولكن مع ذلك هذه الأغنام لم تشرب الماء وتحملت هذه العناء. الظاهر أنه كان يمر بهذا الأرض. فلم تشرب الماء أياما كانت في كربلاء. فعدة أيام كانت في هذا الأرض. فنزل جبرائيل وقال سل أغنامك. إنه لماذا حدث مثل هذا الأمر؟ سل أغنامك، فأجابت، أجابت الغنم إن الحسين يقتل هنا عطشانا، فنحن لا نشرب من هذه المشرعة. نحن لا نشرب من هذه المشرعة من الفرات. وفي رواية أخرى ومن أنبياء أولي العزم وروي أن موسى على نبينا عليه السلام مر بأرض كربلاء، فدخل الحسك في رجله وسال دمه. الحسك هو الشوك الذي يكون في الأرض، وهل إذا دخل
شوك في الرجل هل يجب سيلان الدم؟ الشوك ليس سيفا وليس سكينا يوجب سيلان الدم، ولكن الرواية ورد فيها أنه سال دمه، جرى الدم. وسال دمه فأوحى الله إليه أن هنا يقتل الحسين صلوات الله عليه، فسال دمك موافقة لدمه، لأن في هذا الأرض وفي هذه المنطقة يجري دم الإمام الحسين عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجري دمك استثناء. وروي أن سليمان لما كان بساطه على أرض كربلاء، راجعوا كتاب البحار وغير ذلك، هذا البساط كان من الاستثناءات في خلائق الله، كان شيء عظيما وكان يسير على الرياح، ولم أجد في أي رواية أن يحصل مثل هذا الأمر بالنسبة إلى بساط سليمان في مورد آخر. ورد أن هذا البساط كان يمر من على وجه أرض كربلاء. وروي أن سليمان لما كان بساطه على أرض كربلاء فأدار الريح بساطه 3 مرات 3 دورات حتى خاف السقوط. هذا النبي سليمان نبي الله، هذا ليس شخصا عاديا يخاف بسرعة، حتى خاف السقوط. لو كان يسقط من هذا الارتفاع فكان يحصل لهم الموت التلف. وهنا نزل البساط في الأرض، الظاهر أن بساط سليمان كان بقدر مدينة كبيرة، كان فيها الجن والملك والطبخ والأكل وكل شيء كان في هذا البساط، وكان يمر في السماء بأمر الله عز وجل. هذا البساط العظيم كما أنه يحصل الدوامة في الأرض، هنا حصل في الهواء وأوجب أن يدور هذا البساط 3 مرات، أن النبي سليمان حصل له الخوف. حتى خاف السقوط فنزل البساط في الأرض، فسأل سليمان الريح عن ذلك، فقالت قالت الريح أن هنا يقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هنا يقتل الحسين. وروي أن عيسى على نبينا عليه السلام مع الحواريين مر بكربلاء. هذه الروايات روايات مفصلة، وأنا أذكر محل الشاهد من الرواية فقط. فرأوا أسدا كاسرا منعهم من العبور. الأسد الكاسر أي الأسد القوي الذي يكسر أو يكسر الفريسة، فأشار إلى عيسى والحوارين أنه ليس لكم الإذن بالعبور. فرأوا أسدا كاسرا منعهم من العبور، فسأله عيسى عن ذلك، سأله ما هو السبب أنه لم تأذن لنا بالعبور. فقال الأسد لا ندعكم تعبرون حتى تلعنوا قاتل الحسين يزيد لعنة الله عليه، فلعنوه فخلى سبيلهم. بالنسبة إلى سفينة نبي الله نوح، جاء جبرائيل بخمسة مسامير ليجعلها في أطراف السفينة لأمن هذه السفينة. كانت هذه المسامير أحدها باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى باسم أمير المؤمنين، والأخرى باسم السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الآخر
باسم الإمام الحسن عليه السلام والأخير باسم الإمام الحسين عليه السلام. فكان يأخذ نوح هذه المسامير ويجعلها في أطراف السفينة، ورأى أن الخامس أنه كان به نداوة، المسمار الخامس كان به نداوة، مع أن البقية كانت ليست في هذه النداوة. فهنا سأل نوح جبرائيل أنه لماذا في هذا المسمار نداوة. هنا ورد أنه جبرائيل قال له أن هذا البلل من بلل دم الحسين عليه السلام، به نداوة من دم الحسين عليه السلام، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا قتل وجرى دمه، وأيضا حصلت الشهادة للسيدة فاطمة الزهراء، ولكن لم ترد مثل هذه الرواية في زيارة الناحية. ولطمت عليك الحور العين، هل تجد مثل هذه العبارة بالنسبة إلى رسول الله أو بالنسبة إلى أمير المؤمنين أو إلى السيدة فاطمة؟ لطمت عليك الحور، و ولطمت عليك الحور العين، وبكت السماء وسكانها، السماء وكل ما في السماء بكت على الإمام الحسين. وأيضا ورد رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه أنه كم عدد الملائكة؟ قال الإمام أمير المؤمنين عدد التراب، التراب لا الحصى، عدد التراب. إذا أخذتم كف من التراب فكم يبلغ عدد هذا التراب؟ فما هو عدد التراب؟ وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها، الجنان معنى الجنان هو أنه كل ما يوجد في الجنة، الشجر والأرض والبنايات وكل ما في الجنة، والهضاب، الهضاب معنى المرتفعات الجبال وأقطارها، والبحار وحيتانها، جميع البحار، جميع البحار أي مياه البحار، وجميع الحيوانات التي في البحار بكت على الإمام الحسين عليه السلام. ومكة وبنيانها، والجنان وبلدانها، والبيت والمقام، والمشعر الحرام، والحل والإحرام. هنا معنى الإحرام هو الحرم، وهذا مثل ما نجد في اللغة العربية جرى النهر، هذا من البلاغة في اللغة. قيل هنا كلمة الإحرام لوجود النسق والوزن مع بقية الكلمات في الرواية. بك الحل، الحل منطقة الحل، كل الأرض الحل، والحرم هو المنطقة الخاصة، أربعة فراسخ في أربعة فراسخ. هذه بكت على الإمام الحسين عليه السلام. هل ورد في رواية أن مثل هذا حصل بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالنسبة إلى أمير المؤمنين أو السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، أو إلى الإمام الحسن عليه السلام؟ أنا لم أجد. كامل الزيارات، إن ملكا من ملائكة الفردوس، الفردوس منطقة في الجنة، الجنة منطقة عظيمة كما يستفاد من الروايات، وهناك اختلاف بين المناطق المختلفة في الجنة، وهنا مرتبة عظيمة تسمى فردوس. إن ملكا من ملائكة الفردوس نزل على البحر في وقت شهادة الإمام الحسين عليه السلام، ونشرت فنشر أجنحته. رأيتم، قرأتم الرواية أن للملائكة آلاف الأجنحة، فنشر أجنحته عليها كما في الرواية.
كلمة البحر هذه كلمة يرجع عليها الضمير مذكر، ولكن الضمير هنا مؤنث، والوجه فيها ذلك نكتة بلاغية مهمة كما نجد في بعض آيات القرآن، وذلك بلحاظ اللازم لمعنى البحر. هذا من البلاغة أن يأتوا بلفظ مذكر ولكن باعتبار معناه اللي هو مؤنث يرجع الضمير إليه بهذه الكلمة. وقد وردت هذه الأمور في كتاب المغني وفي كتب البلاغة بالتفصيل. نزل على البحر إن ملك فنشر أجنحته عليها، وذلك لأن البحر ليس مفردا واحدا بل هناك بحار. ثم صاح صيحة بعدما نشر الأجنحة على البحار، على جميع البحار. ثم صاح صيحة يا أهل البحار البسوا ثياب الحزن. أهل البحار، هل هنا لهم لبس أو لبس أبيض أو أسود؟ هذه أمور كنائية، لغة العرب مليئة بالكنايات، وهذه من البلاغة العربية. البسوا ثياب الحزن فإن فرخ رسول الله صلى الله عليه وآله مذبوح. في رواية أخرى في كامل الزيارات. وما من نبي، هذه روايات عن المعصومين عليهم السلام وصلت إلينا. وما من نبي إلا قد زار كربلاء ووقف عليها. كم هو عدد الأنبياء؟ 124 ألف نبي. هل نجد أن جميع هؤلاء الأنبياء زاروا رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين؟ أيضا في رواية أخرى في كامل الزيارات. والله يزوره في كل ليلة جمعة. هذا نظير ما ورد أن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الله ليس جزما، وزيارته هو العناية الخاصة التي تكون من الله سبحانه وتعالى إلى الإمام الحسين عليه السلام، كما ورد أن الله وملائكته يصلون على النبي. والله يزوره إمام حسين عليه السلام في كل ليلة جمعة، والأنبياء أرشب جمعة، والأوصياء، ومحمد صلى الله عليه وآله، ومحمد أفضل الأنبياء. أين جميع الأنبياء في كل ليلة جمعة يأتوا إلى زيارة الإمام الحسين، ورسول الله أيضا يأتي في كل ليلة جمعة. الإمام الصادق عليه السلام يقول ونحن أفضل الأوصياء، نحن نأتي إلى زيارة الإمام الحسين، أين تجدون مثل هذا؟ هل هذا يكون استثناء يختص بالإمام الحسين عليه السلام؟ قرأتم زيارة عاشوراء، الإمام الباقر عليه السلام في زيارة عاشوراء قال أنه لو تمكنت أن تقرأ هذه الزيارة في كل يوم، وبعض المؤمنين لهم هذا التوفيق أن يزوروا بزيارة عاشوراء. هل نجد مثل هذا في زيارة بقية الأئمة، الزيارة في كل يوم؟ لماذا ورد الأمر بزيارة الإمام الحسين عليه السلام في كل يوم طوال السنة أن نزور الإمام الحسين عليه السلام بزيارة عاشوراء، وهذه الزيارة التي هي خلاصة ومستخلص للإسلام، وهي مليئة بالتولي والتبري، التولي والتبري، التولي والتبري واحد بعد ذلك. هل يكون مثل هذه الأمور استثناءات؟ هذه استثناءات تكوينية، ذكرت بعض الموارد، وأيضا يمكن لكم أن
تجد موارد أخرى في المصادر في بحار وغير البحار. وأما بالنسبة إلى التشريعيات أذكر بعض الموارد. الأولى بالنسبة إلى تربة الإمام الحسين عليه السلام، هذه التربة تعلمون أن أكل التربة حرام في الشريعة، ولكن بالنسبة إلى تربة الإمام الحسين عليه السلام قد ورد استحباب أكل التربة للاستشفاء ويوجب الشفاء للمريض. ورد في الرواية أنه جاء الراوي وسأل الإمام أنه ما هو حكم أكل تراب قبوركم، فالإمام نهاه وقال من أكل فكأنما أكل من لحومنا، فلا يجوز أكل التراب من قبر رسول الله ولا قبر أمير المؤمنين ولا بقية الأمة إلا قبر تراب الإمام الحسين عليه السلام. هذا استثناء تشريعي، يجوز أكل هذه التربة للاستشفاء، هذا استثناء، وأنه لا حكمه ليس الجواز بل هو الاستحباب. في مورد آخر ورد في رواية اللي جاء بهذه الرواية على نحو الشعر المرحوم سيد بحر العلوم أنه ومن حديث كربلاء والكعبة بان لكربلاء علو الرتبة. هل نجد مثل هذه الروايات بالنسبة إلى المدينة أو بالنسبة إلى النجف الأشرف أو بالنسبة إلى البقيع؟ ليس لها نظير. مورد آخر، الرواية المعروفة بالنسبة إلى يوم عرفة أنه في يوم عرفة إن الله سبحانه وتعالى سمى من يكون في عرفة زوار الله زوار نفسه. ورد في الرواية أن الله سبحانه وتعالى أولا ينظر إلى زوار إمام الحسين عليه السلام في كربلاء وبعد ذلك ينظر إلى زواره في عرفة. إن الله ينظر إلى زوار الحسين صلوات الله عليه في كربلاء قبل أن ينظر إلى زواره في عرفات. وأيضا هناك روايات أخرى، هذا بالنسبة إلى التشريع. وأيضا في الآثار أن قضية الإمام الحسين عليه السلام إيجابيا وسلبا، نصرة الإمام الحسين عليه السلام، نصرة شعائر الإمام الحسين عليه السلام، حتى لو كان من شخص واحد في أبعد مناطق العالم فله أثره إيجابا أو سلبا. أنا أذكر لكم بعض القصص في هذه الموارد، وقد سمعت أحدهما عن نفس الذي جرى بالنسبة إليه هذه القضية، والآخر بالنسبة إلى بعض الفقهاء من الشيعة. وأذكر أيضا قضية من قبل 200 عام في أيام المرحوم الأخند الخراساني والمرحوم السيد الطباطبائي اليزدي صاحب العروة، وفي زمن الفقهاء تلك الحقبة. أما القضية الأولى التي سمعتها من الناقل، هو النقل لي أنه أنا في أيام شبابي كنت في المدرسة، وفي 10 محرم تعطل الدروس الحوزوية، لماذا لا تعطل جميع المدارس حتى غير الحوزوية؟ الحوزات العلمية تكون في هذه الأيام في 10 محرم تعطل الدروس لكي يهتموا بأمر التبليغ وبعزاء الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام، ولكن مع الأسف نجد أن بعضهم يجعلون أيام العطل في غير هذه الأيام. على كل حال أنه قال هذا الرجل أنه في هذه الأيام كانت الدروس معطلة، كما أنه الآن أيضا هو من الأيام التي أنا أذكر الحوزات العلمية في كربلاء وفي غير كربلاء كانت الدروس معطلة، وكانوا يصرفون وقتهم فيما يرتبط بشعائر الإمام الحسين، شعائر المقدسة للإمام الحسين عليه السلام.
تكون فقيها معروف، ذاك الفقيه المعروف أنا رأيته في، وهو الذي نقل أنه أنا في شبابي كنت أحضر في المجالس الحسينية في هيئات مختلفة، في حسينيات مختلفة، وأيضا في مدرستنا كان هناك مجلس للإمام الحسين. فيقول أنه أنا في بعض السنوات أنا فكرت مع نفسي أنه لا أحضر في هذه المجالس، لأنه أنا شخص واحد إن لم أحضر في المجالس فلا يؤثر ذلك سلبيا على المجالس، فأنا أجلس في غرفتي وأبدأ بمطالعة الكتب أو كتابة بعض الأمور، وكنت أحضر فقط في مجلس العزاء التي كانت تقام في المدرسة، وأنا كان في ظني أنه هذا هو الأولى بالنسبة لي، أنه أجلس بالمطالعة والقراءة للدروس وأحضر في مجلس واحد وأترك الحضور في بقية المجالس. وإلى يوم عاشوراء 10 أيام كنت أجلس في المدرسة وأطالع الكتب، وكنت أحضر في مجلس المدرسة، وهذا هو نقل لي أنه نعم ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. قال أنه في يوم 11 حصل لي الرمد، الوجع في العين، إلى أنه لم أتمكن من النظر إلى الكتاب إلى 10 أيام. هل فعل فعلا حرام؟ قطعا أنه لم يأتي بفعل حرام ولم يكن مقصر، كان قاصرا. وترك المجالس من رجل واحد ما هو ضرر هذا الأمر، ولكن بهذا المقدار حصلت له هذه المكافأة. هذا الفقيه لما وصل إلى المقامات العالية فصار من الفقهاء المعروفين فيما يرتبط بالشعائر الحسينية، كان يهتم بشعائر الحسينية اهتماما عظيما، فعلينا أن نعتبر بمثل هذه القصص. القضية الثانية أنه ربما رأى بعض من في محضرنا الآن، وأنا جئت بالقضية وقلت له سابقا أنه أحد الفقهاء في زمن الأخند الخراساني أنه له كتاب علمي، ولكن لم أذكر اسم هذا الكتاب. أنا اشتريت هذا الكتاب في قم، حصلت على نسخة منه، من نسخة من هذا الكتاب، واشتريت هذا الكتاب. وهذا الكتاب من حيث المباحث العلمي كتاب مهم وجيد جدا. طبعا المؤلف لهذا الكتاب لم يبلغ مرتبة المرجعية، ولكن كان من الفقهاء، والكتاب من حيث المباحث العلمي كتاب مهم جدا. وأنا أيضا كنت أنقل المطالب من هذا الكتاب، ولكن كنت أتعجب أنه لماذا هذا الكتاب مهجور. العالم ليس أن هذا العالم المؤلف للكتاب ليس معروفا، وحتى هذا الكتاب ليس كتابا معروفا، وحتى أن أحد المراجع المهمين في قم أنا نقلت عنده مطلبا علميا وسألني أنه أين وجدت هذا الكتاب، وقلت له أن هذا لفلان شخص فلان عالم، فسأل أنه هل له كتاب، قلت له نعم له الكتاب بفلان اسم، فلم يكن يسمع باسم هذا الكتاب، والمرجع التقليدي اللي كان في قوم لم يكن يسمع باسم هذا الكتاب. إلى هذا الحد من المهجورية كانت بالنسبة لهذا الكتاب، مع أنه الكثيرين في تلك الأزمنة كانوا وكانوا من الفقهاء المعروفين المشهورين، وحتى من تأخر عن هذا الفقيه اشتهرت كتبه، ولكن لم أجد من تأخر عنه أن ينقل عن هذا الكتاب ولا موردا واحد. وكنت أسأل نفسي أنه لماذا حصل هذا المهجورية بالنسبة لهذا الكتاب، أنه لم ينقل عنه أحد من الفقهاء المتأخرين عنه. في أثناء مطالعتي لهذا الكتاب
رأيت في مورد، وأظن أن هذا المورد أيضا كان من القصور لا التقصير، أنه ذكر أمرا من الشعائر المرتبطة بالإمام الحسين، وأنه كان يعتقد بكراهة ذاك الأمر، فكان يريد أن يأتي بمثال بأن هذا إن صار شعيرة للإمام الحسين فهذا الاستحباب لا يرفع الكراهة، وجاء بمثال لا يليق بالمقام، جاء بمثال غير صحيح. وأنا قلت مع نفسي هل لا يكون هذا هو السبب في مهجورية هذا الكتاب؟ فبعد ذلك كلما نقلته من هذا الكتاب حذفتها من كتبي، وخوفا من انتقال هذا الأثر إلى الكتب. هذا الأثر، هذا الكتاب الذي فيه الكثير من المطالب العلمية، ولكن لوجود هذا المطلب في كتابه، وأنه كان يريد أن يؤكد أن الكراهة لا ترتفع باستحباب الشعائرية، وأنا استظهاري أن هذا المثال هو الذي كان سببا لمهجورية الكتاب ولمهجورية اسم هذا الشخص. قضية الإمام الحسين عليه السلام قضية استثنائية إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. لو أراد شخصا أن يجمع الآثار السلبية الآثار الإيجابية في ما يرتبط بقضية الإمام الحسين وفي قضية شعائر الإمام الحسين، الآثار السلبية التي تترتب على خذلان الإمام الحسين عليه السلام، على خذلان شعائر الإمام الحسين، لو أراد أن يجمع هذه القضايا تكون مجموعة كبيرة من الكتب. وكل شخص ربما سمع بعض القصص حول بعض الأقرباء وبعض الأصدقاء ما يرتبط بقضية الإمام الحسين عليه السلام، ونحن على أعتاب شهر محرم وصفر، ولا نعلم بأنه هل هذا يكون أخير شهر محرم وصفر، ومن يبقى ومن ينتهي عمره، فإنه ما علينا أن نفعله وتجاه ما فعله الله بالنسبة إلى الإمام الحسين تشريعا وتكوينا، علينا أن نهتم بقضايا الإمام الحسين عليه السلام، ولا نقصر في ما يرتبط بالشعائر الحسينية إيجابيا، ولا نتدخل في الأمور السلبية، ولا نخطو خطوة في الأمور السلبية بأي نحو من الأنحاء ولو بأقل ما يمكن. شخص وهو رجل عالم وفقيه يترك الحضور في المجالس بضعة أيام فيحصل له هذا الرمد، وهو كان يقول أن الرمد كان من آثار ترك الحضور في المجالس. فلنسعى، وخاصة الشباب المؤمن، وخاصة الذين في خارج الدول الإسلامية في الأماكن الذي لا يعرفون الإمام الحسين، فليقوموا بما عليهم من تبليغ أمر الإمام الحسين لكي ينشر الإسلام كما ورد أنه عن رسول الله وأنا منه، يحصل الاعتقاد الصحيح عن طريق الإمام الحسين عليه السلام، وخاصة على الشباب رجالا ونساء، السعي وفي أي مكان كانوا أنه يقومون بتأسيس الحسينيات، المكان الذي هو يقام لتبليغ الإسلام، لتبليغ الله سبحانه وتعالى، لتبليغ المعصومين، ولتبليغ الأحكام الدينية والأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية. إذا كان هناك حسينية في مدينة الذي يعيشون فيها فليحضروا، وإن لم يكن فليبدأوا بتأسيس كسب الأموال أو الدين لأداء هذه الأمور. وأنا رأيت في الروايات أن المعصومين عليهم السلام لما كانوا يرتحلون عن هذه الدنيا كانوا على دين، فعليكم أيضا أن تقوموا بمثل هذا الأمر، أخذ الديون
وصرفها للإمام الحسين، وبعد ذلك يسعون لسد هذه الديون لهذه الديون. فعلى كل واحد منا أن يبقي من نفسه أثرا من الآثار المرتبطة بالإمام الحسين، فليمتلئ العالم باسم الإمام الحسين عليه السلام. النساء المؤمنات في جميع أنحاء العالم، والنساء لا يقلون عن الرجال، وخاصة النساء المؤمنات الشابات. لماذا الآن الحسينيات اللي مرتبطة بالنساء أقل من حسينية الرجال، مع أن عددهم لا يقل عن عدد الرجال؟ وأنا نقلت لبعضهم أنه حسينيات اللي مرتبطة بالنساء لابد أن تكون أكثر من الحسينيات التي للرجال، مع لأنهم أكثر عددا وأيضا أكثر نشاطا في أحد الدول اللي كان في شرق الأوسط. نقل أن الحسينيات التي للنساء أكثر من الحسينيات التي للرجال، فقلت لهم أحسنت، هذا هو الصحيح. فعلى النساء الشابات، النساء المؤمنات في أنحاء العالم، عليهم السعي لتأسيس الحسينيات للنساء، لأنه النساء يأتوا إلى الحسينيات المرتبطة بالرجال ويكون في ضيق، بل يقومون بهذا الأمر. وعلى الجميع أن يتركوا النزاعات فيما يرتبط بالإمام الحسين في العزيات، في المواكب وفيما شابه، لا يأتوا بالنزاعات. قبل أيام أتى أحدهم وسألني، أحد المؤمنين جاء وسألني أنه كان يأتي أحد الرجال إلى مجلسنا وهو ليس رجل صالح بل إنه رجل سيء، هل نأذن له في الدخول؟ قلت له لماذا لا تأذنون، بل عليكم أن تدخلوه إلى الحسينية وتتركوا جميع النزاعات وكل ما يوجب الخلاف في قضية الإمام الحسين عليه السلام. علينا أن نهتم ونهتم ونسعى لتعظيم الشعائر الحسينية، وعلى الخصوص شعيرة الأربعين المقدسة. ومن اليوم فلنبدأ لهذه الشعيرة، حتى الذين في غير الدول الإسلامية عليهم السعي لتسهيل زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين. الحكومة العراقية عليها أن تسهل قضية الدخول إلى العراق لزيارة الإمام الحسين، وأيضا يحصل التسهيل للوصول إلى كربلاء. ولو قمنا بالسعي وبالعمل وبالجد والاجتهاد يحصل هذه الأمور، هذا يحتاج إلى السعي. الشاب إذا أراد أن يتزوج وليس له مال فما يفعل؟ يبدأ بالاجتهاد والاجتهاد والاجتهاد إلى أن يحصل له هذا الأمر ويوفق في ذلك. فكذلك فلنقم بالنسبة إلى ما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام. علينا أن نحيي هذه الشعيرة العظيمة التي ليس لها نظير على وجه الأرض، شعيرة الأربعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم ويوفق الجميع إلى أكثر من هذا، وأنا أدعو للجميع وأسأل الدعاء من الجميع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.